السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بغيتي تشد ربعه ديال الاقمار بالمسطره، ما عليك غير بهذا الطبق هذا ديال ريفوليزيون. الطبق هذا كيعطوه مع لي زاكسيسوار ديال المسطره، وكاينين اطباق اخرى ديال قمر واحد. بالنسبه لهذا الطبق هذا كيعطوه مع لي زاكسيسوار كيف ما كتشوفوا، المونتير ديالو، الكوليات ديال ال ام بي، الفيسات ديال المونتيره، وهذه هي الريكله كيف ما كتشوفوا، فيها العبار ديال بحال الشكل ديال المتر، يعني سنتيم مليم، يعني وقفتي على الاشاره بالال ام بي يعني كتبقى عاقل على داكشي بالعبار هذا، والكوليات ديال ال ام بي. المهم الطبق الخوت كيتراوح الثمن ديالو ما بين 400 و 300 درهم. وكاين اللواقيت ديال ال ام بي، كاينين ديال العاديين ديال زعما مخرج واحد، وكاينين ديال رباط المخارج، وكاينين ديال 8 المخارج. يعني هذا الطبق هذا راه فيه كلشي. بالنسبه لل ام بي راه هو ديال ستارسات، فيه 8 ديال المخارج، يعني الا درتي هو مثلا في قمر اوسط يعني نيرسات، يعني غادي تعطي 8 ديال الاجهزه. هادي سويتش ديال ربعة المخارج زائد تي ان تي، يعني مدخل ديال تي ان تي، يعني الا بغيتي تشد تي ان تي راه كاين المدخل ديالها هو اللي على اليمين، واللي حدا تي ان تي راه كاين ديال الريسيفر، والاخرين اربع مداخل ديال الاقمار. ما بغيتيش دير هاد الطبق ديال ربعة الاقمار، يمكن لك دير طبق عادي وتاخذ ليه هاد المسطرة هادي، وتاخذ مع ال ام بي ديال مخرج واحد، يعني اللواقيت ديال المخرج واحد، وتخدم هذه يعني في طبق عادي. المهم لمعرفة اكثر الخوت نخلي لكم النمره يعني في اسفل الفيديو، واللي بغى شي حاجه مرحبا. هذا مكان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.